بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. إذن بداية إن شاء الله راح تكون جد موفقة، بداية إن شاء الله راح تكون جد قوية في البناء الفكري والتقويم النقدي. اليوم إن شاء الله نبدأ بناء الفكري تاع عصر الضعف. أوكي، بناء الفكري تاع عصر الضعف راح نقرأه بالتفصيل. إذن تعريف وشني الأمور اللي جات في عصر الضعف، ولماذا الأمور هذه جات في عصر الضعف، علاش جات في العصر ما جاتش في عصر واحد آخر، وما يهم أكثر شيء يهم في هذا الأمر هو كيف نطبق التقويم النقدي في في السوجي. لما تمسكوا السوجي، أعطني موضوع تاعك من فضلك، لما تمسكوا السوجي في الأسفل تلقى واحد البارتي اسمها التقويم النقدي، شايفينه؟ هذا بالنسبة للعلميين ما يجيهمش هنا، يجيهم من فوق، يجيهم في البناء الفكري. نفس السؤال يجي من فوق. عندكم جميعا الموضوع؟ شكون اللي ما عندوش؟ مازال نتفرق، مازال من عطل وعطل، صح؟ قال لك لماذا شاعت المدائح النبوية؟ ما هي خصائصها؟ ما منزلة البوصيري في عصره؟ هذا السؤال تقريبا تاع حفظ. سؤال تاعش؟ تاع حفظ. التقويم النقدي سؤال تاع حفظ. قد يتساءل متسائل يقول لي يا أستاذ، هل التقويم النقدي نتاع حفظ ولا نتاع فهم؟ هل يحفظ أم يفهم أم ماذا؟ من يجيب؟ التقويم النقدي يحفظ ولا يفهم؟ يحفظ أم يفهم؟ أم يفهم؟ يحفظ أم يفهم؟ آخر إجابة، يحفظ أم يفهم؟ يحفظ. أنتم ما قلتوا يفهم. التقويم النقدي يفهم لا يحفظ. لا يحفظ التقويم النقدي لما يفهم، لما يفهم. إذا كنت التقويم النقدي ماكش قادر، سمعني مليح، سمعني مليح، التقويم النقدي باش مرتبط بالبناء الفكري والبناء اللغوي ولا وحده؟ مرتبط تماما بالبناء الفكري. التقويم النقدي إذا كان ماكش قادر، إذا كان ماكش قادر تطبقه في البناء الفكري، ماكش فاهم أصلا التقويم النقدي شنو نديرو به؟ قول لي شنو نديرو به؟ نفهموا به البناء الفكري، نفهموا به القصيدة، نفهموا به العصر. إذا كان ماكش قادر التايا يعني ماكش قادر توصل لذلك المستوى أنك تفهم به القصيدة، معناها إذا قبل ما نبدأ أسألكم سؤالا، هل يمكن الإجابة على النص ولا أسئلة النص دون قراءته؟ هيا معليش، كان نقول لكم جاوبوا لي على النص دون قراءته، تقدروا ولا ما تقدروش؟ نعم أم لا؟ شكون يقول لا يعرف عيده؟ شكون اللي يقول نعم يرفع يده؟ ما كاش اللي قال نعم، جميعكم قلتوا لا. واحد فقط؟ صح، جميعكم قلتوا لا. إذا نكتبوا، نكتبوها هنا على جانب صبورة، نكتب لكم لا، أنكم قلتوا ما نقدروش، ونذكرها من بعد في نهاية المطاف. إذا التقويم النقدي، صلوا على رسول الله، هو اللي يخليني، هو اللي يخليني، اسمع زين، يخليني نحل القصيدة دون قراءتها، والآن سوف نبرهن على ذلك. صلوا على رسول الله. إذن احنا اولا راح نقرأ واحد العصر يسموه عصر الضعف. اسمع، عصر، عصر الضعف. يا جماعة عصر الضعف هذا نحكي لكم عليه حكاية خفيفة، ثم ننتقل الى فهمه، ثم ننتقل الى التطبيق عليه، ثم ننتقل الى حفظه. انا فهما وحفظا وتطبيقا، هذه الخطوات الأساسية. عصر الضعف كانت تعرفون أن العاصمة، عاصمة الخلافة قديما، بغداد في دولة بني العباس. وكان يعني بعد الدولة العباسية والأندلسية بدأ العالم العربي يتعرض لماذا؟ للغزو. يتعرض لماذا؟ للغزو من طرف من؟ من طرف من؟ من طرف التتار، من طرف التتار. وتعرفون أن التتار والمغول، مؤسس دولة المغول اللي هو جنكيز خان وحفيده هولاكو، تعرفوا هولاكو؟ تعرفوه؟ جاءوا البلاد العربية فعاثوا، ولا فعاثوا فيها فسادا، أفسدوا فيها، أفسدوا الحرث والزرع، دمروا كل شيء في البلاد العربية. والاستعمار كما تعرفوه، الاستعمار باش يطول المدة تاعو وش لازم يدير لك؟ لازم يقضي لك على الهوية تاعك، لازم يقضي لك على الهوية تاعك. تروحي تخرجي؟ راكي تعبانة شوية؟ لازم يقضي لك ماذا؟ على الهوية تاعك. باش يقضي لك على الهوية تاعك، الهوية تاعك
اللي هي العروبة تاعك والدين تاعك. ركز معاه، صلوا على رسول الله. صح، إذن الهوية تاعك اللي هي العروبة ولا اللغة العربية، والهوية تاعك الدين، الدين الإسلامي والعروبة. درك انت باش تقضي له الدين تاعه واش لازم تدير؟ واش لازم تدير باش تقضي له الدين تاعه؟ باش انت الاستعمار تاعك يطول، اسمعني صلوا على رسوله، باش الاستعمار يطول اولا، ثانيا باش تكثر دوك نبداو بالدين، باش الاستعمار يطول واش لازم تدير؟ لازم تقضي له الدين تاعه. باش تقضي له الدين تاعه بنشر ماذا؟ نشر الفواحش. نشر الفواحش، كيفية نشر الفواحش؟ الترخيص بفتح المخامر، الترخيص بفتح مجالس اللهو، مجالس المجون. درك انت لما يكون حاكمك حاكم مسلم كما دولة بني العباس ودولة بني أمية، أنا باش تفتح المخمرة أنت يعني أكفهمك شامين، أنا ممنوع يعني كلش غير يعني لتحت لتحت برك. الآن أصبح كل شيء عادي، أصبح الناس سكارى ليلا ونهارا، معناها ناس خلاص فقدوا السيطرة. جميل، صلوا على رسول الله. لما فقد الناس السيطرة، وهنا أولا هك مسحت الدين، هك الآن قضيت ماذا على ماذا؟ قضيت على ماذا؟ قضيت على الدين. كيفاش قضيت على الدين؟ بنشر المخامر ونشر المجون ونشر اللهو. خلينا على الأشياء التي دمروها، ويقال أن نهر الفرات يعني تغير لونه إلى مش الأسود بل اللون بين الأسود والأحمر، الفيولي احنا نقوله، من كثرة الدماء ومن كثرة الحبر الذي حبر المطبعات، بمعنى كانوا قد دروا مجازر عظيمة جدا، وكانوا حتى أنهم أحرقوا المكتبات، وكانوا قد يعني شعب همجي جدا، شعب ماذا؟ همجي جدا. إذن انت في عصر الضعف، من أهم أسباب الضعف أن هؤلاء التتار عملوا وعمدوا إلى محاربة الدين الإسلامي، هذه حرب صليبية، ونشروا الفواحش، فدخل العالم العربي كهفا مظلما، كهف تاع الفواحش والمجون والمشاكل، وتعرفون البقية. صح، العروبة انت يا درك قضيت له على المقوم الأول الدين، الناس ولا تشرب الخمر عادي، الناس ولا تدير في مجالس اللهو ومجالس النساء ومجالس شيء عادي جدا. الآن كيف يمكن القضاء على العروبة؟ نقول لك العربية ولا اللغة العربية، احنا مش نحكوا العروبة، كيف اللغة العربية كيف نقضي عليها؟ نقضي عليها بتهميش، بتهميش من يتحكم في اللغة؟ كنقول لك من يتحكم في اللغة؟ تقول لي أستاذ، تقول لي اللغة يتحكم فيها من يتحكم فيها؟ الشعراء طبعا. ها، ما دام يتحكم فيها الشعراء كيف يمكن تهميش الشعراء؟ هل شاعر لما تعطي له الخمر، هل شاعر لما تعطي له الخمر وتعطي له مجالس الله والمجون يولي ما يشعرش؟ يولي يقدر، يولي لا يكتب الشعر؟ على العكس، يزيد سعادة وطربا ويكتب أكثر مما كان يكتب، لأن من دواعي الشعر والله من دواعي الإبداع شرب الخمر. أين في النقد القديم عن الشاعر كيعود سكران يكتب ما لا يستطيع أن يكتبه وهو حال صحوه، معناه وهو صح. كيف نقضي على الشعراء؟ يعني الاستراتيجية لن تكون نفسها، كيف تقضي على الدين؟ قضيت عليه بنشر الفواحش وقتل الأئمة وقتل المجددين وتعذيبهم، ولكن العروبة لا يمكن القضاء على الشعراء عن طريق نفس الطريق، نفس الطريقة. وبالتالي قام التتار وهم سلاطين أعاجم لا يفهمون العربية، قاموا بتهميش، ركز معي، بتهميش ماذا؟ تهميش الشعراء، تهميشهم هو عدم تشجيعهم. لماذا يهمشون الشعراء؟ لماذا؟ لأنهم لا يفهمون اللغة العربية. لما انت يجيك واحد، يأتيك شخص ويقول لك أقول لك شعرا، كما قال المتنبي إلى سيف الدولة، قال له بيتا فأعطي ألف ناقة، بيت برك عطاه ألف، معناها طول حياتك مش تخدم الشعر برك، قل الشعر فقط، اكتب فقط، تمين لا اكتب فقط، لا تفعل شيئا إلا أنك تكتب وتبديع. ولكن لما وصل، لما كان السلطان أعجمي مش فاهم مش راه يقول هذا الشاعر، لا يفهم شيئا لا يفهم قولا، فإنه سوف يهمشه، تمين صلوا على رسول الله. لما نهمش الشعراء، لما تهمش الشعراء أنت يا، يعني نقوم بتهميش الشعراء، ماذا يحدث؟
يحدث شيء خطير جدا، وهو أنك سوف تقضي على اللغة العربية وسوف يتخلى عنها الشعراء، لأنه لا يجد قوت يومه، لا يجد ما يأكل، فيذهب إلى عمل شيء آخر، يذهبون إلى الحرف والصناعات والأعمال مما يجعله ينشغل عن الإبداع. إذن السؤال: ما هي أسباب ضعف الشعر في عصر الضعف؟ فتجيبني بسرعة: تهميش الشعراء. إذن الآن رنا عدنا صورة تخيلية، الآن صورة تخيلية، وهي ماذا؟ هي يعني العالم العربي. الآن أنتم تتخيلون أن العالم العربي يعيش في ظلام وفي فساد أخلاقي، خلاص متفاهمين؟ فساد أخلاقي، قلنا أن انتشرت الفواحش والتوعية لا توجد، لا توجد التوعية. لماذا؟ لأنها ممنهجة، لأنها طريقة متعمدة. صلوا على رسول الله، خلاص فهمتوا لي؟ الآن نتيجة هذا ظهر مجموعة من الأئمة، مجموعة من الأئمة وعلى رأسهم الإمام البوصيري. هؤلاء الأئمة الذين قالوا يجب علينا أن نوعي هذا المجتمع، فكتبوا في شعر المدائح والزهد. إذن لماذا جاء أصلاً السؤال المطروح؟ لماذا شاعت، هو السؤال المطروح عندكم في التقويم النقدي، لماذا شاعت المدائح؟ لماذا شاعت المدائح؟ جاءت لتوعية ماذا؟ المجتمع. جاءت لتوعية ماذا؟ المجتمع. جاءت كرد فعل على انتشار التيار اللهو والمجون، على انتشار تيار الفاسد أخلاقيا. إذا المدائح، أعد معي، لماذا انتشرت المدائح؟ جاءت كرد فعل على ماذا؟ أعد معي، انتشرت المدائح، جاءت كرد فعل، إذا انتشرت المدائح كرد فعل على تيار اللهو والمجون، جاءت لتوعية الناس، جاءت للدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا درسنا اليوم هو درس المدائح. وماذا درس؟ المدائح. هو درس المدائح. في درس المدائح تعرفون أننا يجب أن نعرفها، تعريف المدائح، جميل؟ تعريف المدائح، قولوا لي هذه الاختبارة باينة في الفيديو ولا لا؟ ها؟ مش باينة؟ إذا معناها نهبط هنا، وتعريف هنا باينة؟ صح. تعريف المدائح، ما هو تعريف المدائح؟ شنو هي المدائح هذه؟ تعريفها ذكر خصال الرسول، ايه؟ ها وشنو هي؟ المدائح شنو هي؟ ذكر خصال الرسول، شنو هي مدائح؟ هل هي أكلة؟ هل هي بقلاوة؟ شنو هو هذا المدائح؟ هو شنو هو؟ لون شعري، شعر، غرض. مش المدائح هو ذكر خصال النبي، لا، مش هذا هو. لازم اولا صح تعريف المدائح، ثم ماذا افكارها، اي الافكار التي قد تكون فيها وش قادره تكون طالعه، ثم ماذا عواطفها. الان بدانا نتعمق، الآن سوف نتعرف على درس جديد وهو درس العواطف. صح. ثم ماذا؟ نمطها. ما نمط المدائح؟ ثم ماذا؟ ظواهرها. ظواهرها. ما هي الظواهر؟ اقتباس، تضمين، أمور كذا. ضيف إلى ذلك من هم؟ أرى بين هنا رواد المدائح. من هم رواد المدائح؟ ما هي نزعة أو النزعات؟ صح، نزعات. ثم يعني الهدف، والله يعني اسمع، صلوا على رسول الله، كل شيء باين في الصبورة؟ خبير، جميل. إذن أي حاجة راح تعرفها، أي حاجة راح تعرفها أو تقوم بتعريفها، هناك خطوات للتعريف. التعريف ليس شيئا فوضويا او شيئا هكذا، انما هو شيء منهجي. ها، تعريف اي شيء. اذا اول شيء تقول لي ما هذا اللون او الغرض. لون شعري او نثري، الحقبة التي ظهر فيها، حديث ولا قديم ولا معاصر، ثم ماذا يتناول. الان ها هاني جايك، دوك نفهمك. اللون مثلا تقولي لي اللون شعري ولا نثري، هذا اللون، هذا اللي راك تقرا فيها
قصيدة لون شعري ولا نثري؟ شعري. الحقبة قديم أو حديث أو معاصر؟ ها الآن بدأت تتكون لنا صورة، ماذا يتناول؟ مواضيع سياسية، مواضيع دينية، مواضيع اجتماعية وغيرها. هناك مواضيع أخرى كثيرة، صح؟ إذن لنعرف مثلا مع بعض، لنعرف المدائح. يلا على بركة الله، ما تعريف المدائح؟ لون ماذا؟ شعر قديم يتناول مواضيع. الآن شعر السياسي شعر حديث، يلا نعرفوا شعر السياسي. إذن لون شعر ماذا؟ حديث يتناول مواضيع سياسية. لنعرف الشعر الاجتماعي هو أيضا حديث، إذن لون شعر. الحقبة حديث يتناول مواضيع اجتماعي. لنعرف مثلا المقال، مقال مش لون شعري حديثة، لون نثري. الحقبة حديث يتناول مواضيع سياسية اجتماعية دينية وغيرها من المواضيع. الآن هل فهمتوا خطوات؟ هل فهمتم خطوات ال ها؟ شكون يفهم شرف عيد؟ خطوات التعريف. نعم. لون نثري حديث يتناول مواضيع مختلفة. جيد. إذن يلا عرفوا معي المدائح، عاونوني. لون شعري. قديم. لا يعني يمكن أن نستبدل كلمة لون بكلمة غرض. أيهم قديم لا يهم متى ظهر، ظهر منذ العصر العباسي والأموي لا يهم، لما نقول ظهر في العصر العباسي يعني لون شعري قديم وانتهى. لون شعري قديم يتناول ماذا يتناول؟ مواضيع دينية كمدح النبي صلى الله عليه وسلم. صلوا على رسول الله. نمحي هذه خلاص، نمحي التعريف خطوة خلاص فهمتوها، فهمتوها هذه نمحيها. صلوا على رسول الله. أفكار المدائح الآن، المدائح لها عادة فكرة واحدة وعادة تتعدى إلى أفكار أخرى. صلوا على رسول الله. إذن أفكارها عندنا 1 2 3. إذن أفكارها نبدأ عندنا مدح، الندم، الشوق. مدح من؟ مدح من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. مدح النبي صلى الله عليه وسلم. صلوا على رسول الله. الندم على ماذا؟ على المعاصي والذنوب. الندم على الذنوب. الشوق إلى ماذا؟ إلى الوطن؟ لا، الشوق إلى طيبة. الشوق إلى ماذا؟ إلى طيبة. المدائح تمدح دائما النبي صلى الله عليه وسلم، إن النبي محمدا من ربه كرما بكل فضيلة ممنوح، الله فضله ورجح قدره، فليهنه التفضيل والترجيح. اذكر أحاديث النبي فكل ما ترويه من خبر الحبيب مليح. معنى يمدح النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في قصيدة أخرى، أمدائح لي فيك أم تسبيح، لولاك ما غفر الذنوب مديح، حدثت أن مدائحي في المصطفى كفارة لي والحديث صحيح، وغير ذلك. الندم على الذنوب هو أن يعني يظهر الشاعر ندمه على الذنوب. ما تنساش بأن الشاعر مر بمرحلتين في حياته، مرحلة الذنوب ومرحلة التوبة. قبل قليل كنا نتكلم، قبل قليل كنا نتكلم ماذا كنا نقول؟ قلنا أن العصر هذا يعيش فسادا أخلاقيا، بمعنى القصيدة هذه تعمدح النبي صلى الله عليه وسلم جاءت لمحاربة الفساد الأخلاقي، جاءت للتصدي لتيار اللهو والمجون، جاءت للتصدي لكل ما هو فاسد في المجتمع. بمعنى حتى وراك تقرأ في مدح النبي صلى الله عليه وسلم تقول لي يا أستاذ أين يظهر، أين تظهر النصائح؟ لا توجد نصائح، ما يهمنيش أنا النصائح، تهمني أن القصيدة تذكر بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، والتذكير بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم هو التوعية، صح ولا لا؟ ندم على ماذا؟ ندم على الذنوب. إذ يظهر الشاعر خوفه من الله تعالى، يقول الشاعر
ما لي سوى طرق لبابك حيلة وجميل عفوك ثم أني مسلم. مثلا يقول شاعر يعني لا مش حاب ندير هذيك، هذيك راح نحلوها مع بعض يعني معليش نفوتوها نجوزها صح. الشوق إلى طيبة مثلا يقول شاعر بصريح العبارة أشتاق إلى الحرم، طيبة هي المدينة المنورة، أشتاق إلى الحرم الشريف بلوعة في القلب تحدو بي إليه وتجذب. في قصيدة أخرى أشتاق إلى حرم بطيبة آمن طابت بذلك روضة وضريح، بمعنى أن يظهر الشاعر شوقه للمدينة المنورة حيث النبي صلى الله عليه وسلم مدفون. النبي صلى الله عليه وسلم مدفون للمدينة المنورة. العواطف، ما العواطف؟ العواطف نستخرجها من الأفكار. مدح النبي صلى الله عليه وسلم شنو العاطفة؟ ها؟ الاحترام والتقدير والحب والوفاء والإعجاب والتقدير وغير ذلك. نديروا عاطفة حب. السلام عليكم. حب من؟ حب من؟ حب النبي صلى الله عليه وسلم. الندم عاطفة تاعو شنو هي؟ هو الإحساس. إحساس الشاعر تعود يهضر في الندم، إحساس الشاعر بالندم. الشوق إحساس تاعو الشوق. شكون اللي ما فرقش بين العاطفة والفكرة يرفع يده؟ العاطفة نستخرجوها من خلال الفكرة. لما واحد يعود، لما شخص يتكلم على شخص باحترام، يتكلم على شخص إذن فهو معجب به. إذن حينما نتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فنحن معجبين بشخصيته، محبين له، تفهمين؟ وبالتالي العاطفة هي عاطفة ماذا؟ عاطفة الحب. الندم هو الإحساس الشاعر بالندم، حينما يحس الشاعر بالندم، حينما يحس الشاعر بالخوف، إذن إحساس بالندم. الشوق حينما يحس الشاعر بالشوق. نمط النص تاع المدائح ما نمطه؟ دائما وصفي. كيف نجبدوه من القصيدة؟ لا ما كانش لا، زميلتكم قالت لا، يعني يمكن أن نبحث عن النمط داخل قصيدة. قصيدة توصف لنا ما نعرفوهاش. قصيدة هنا النمط دائما وصفي لأنه يوصفنا النبي صلى الله عليه وسلم. أنا من ذكر النمط تاعنا خلاص متفاهمين. إذن النمط هو النمط الوصفي، لأن الشاعر يصف لنا أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، يصف ربما لنا مجتمعه الفاسد. إذا صلوا على رسول الله. إذا نمط الوصف ما مؤشراته؟ الأفعال المضارعة، الجمل الإسمية، الصفات. المضارعة الإسمية الصفات، هل هذا مفهوم؟ المضارعة الإسمية الصفات، هل هذا مفهوم؟ عودوا رايا؟ مضارعة إسمية صفات. يلا معي. مضارعة إسمية. المضارع بمعنى الافعال المضارعه، الاسمي بمعنى الجمل الاسمي الصفات. اذا نحن نتناول عده دروس، افكار على درس العواطف، درس الانماط، درس النزعات. معنا نحن نتناول عده دروس في البناء الفكري والتقويم النقدي. هذا بناء فكري وتقويم نقدي في نفس الوقت، بمعنى لازم يجب ان نفهم مجموعه من الدروس متداخله في درس واحد. ولذلك يعني لا يمكن تحليل القصيده الا اذا كنا قد فهمنا هذه الاشياء. ظواهره شعدنا ظاهره الاقتباس. ما معنى الاقتباس؟ هو أن يوظف الشاعر آية من القرآن الكريم، كما يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إذا جاءت ساعة يا لها وزلزلت الأرض زلزالها. إذا جاء تفضلي. أي لازم يعود من القرآن والحديث شريف، بس هي أكثر من القرآن. إذا جاءت ساعة يا لها وزلزلت الأرض زلزالها، هي آية مأخوذة من سورة زلزلة صح. من رواده؟ إذا نشعدنا البوصيري. أوعدكم سؤال: ما منزلة البوصيري في عصره؟ يعد البوصيري رائد الشعراء وسيدهم، هو رائد. ما منزلة البوصيري في عصره؟ يعد البوصيري رائد الشعراء وسيدهم. ثم ماذا؟ ابن نباتة. ابن نباتة. ثم ماذا؟ ابن الوردي. ثم من؟ ابن عربي. ما نجيب لكم حتى اسم خارج هذه الأسماء، لأن هذه الأسماء التي تدرسونها في الكتاب. لا عائشة البعونية، لا صفي الدين الحلي، وهو شاعر، شاعر معروف صفي الدين الحلي. عائشة البعونية أيضا شاعرة، ولكن لها بعض القصائد، ولكن هؤلاء مثلا ابن الوردي قصائد رائعة جدا، البوصيري قصائده كثيرة. صلوا على رسول الله. إذن الشاعر لما يكتب في شعر المدائح، ما الذي يحركه؟ هل هي خوفه على وطنه؟ هل هي خوفه على مجتمعه؟ هل هي خوفه على دينه؟ الخوف على ماذا؟ إذن ما دام خوفه على الدين فهي نزعة دينية، لأن الشاعر
يخاف على دينه. لو كان الشاعر يخاف على وطنه تصبح وطنية، لو كان الشاعر يخاف على الإنسان تصبح إنسانية. إذا نزعة دينية والثانية نزعة إصلاحية، لأن الشاعر يخاف على مجتمعه ويريد إصلاحه. إذا نزعة إصلاحية دينية. إذا القصيدة جاءت كرد، يلا كرد فعل على تيار اللهو والموجون. بقي لنا سؤال مهم جدا، ما هي خصائص المدائح؟ ما هي خصائص المدائح؟ نستطيع استخراج خصائص المدائح منين؟ من خلال هذه. إذا المدائح تعتمد على أسلوب الوصف، إذا المدائح تعتمد على متانة التعبير، هذه سوف نتحدث عنها لاحقا. صلوا على رسول الله. شكون اللي مش فاهم؟ شكون اللي مش فاهم حاجة يرفع يده؟ إذا سوف نقوم الآن، ننتقل إلى المرحلة الثانية، هي مرحلة الحفظ، ثم ننتقل إلى المرحلة الثالثة، هي مرحلة حل القصيدة وهي مرحلة التطبيق. تفهمين؟ صلوا على رسول الله. صح الآن؟ إذا كان فهمنا، أهم شيء هو الحفظ لهذه الأشياء. لما حينما نحفظ نستطيع أن نطبق، لا نطبق بل نستطيع أن يعني نقوم بحل الموضوع دون قراءته. شريطة أن تكون قد فهمت العصر، شريطة أن تكون قد فهمت المدائح، تعرفها، أفكارها، عواطفها، نمطها، تكون قد ألممت، تكون قد أحط بالموضوع، وأنت مستعد الآن لماذا؟ للتحليل. واجدين؟ واجدين ولا مش واجدين؟ صح؟ أنا ننتقل إلى الحفظ، نعطيكم خمس دقائق للحفظ، يلا مع بعض. تعريفه: لون شعري قديم يتناول مواضيع دينية كمدح النبي صلى الله عليه وسلم. لون شعري قديم يتناول مواضيع دينية كمدح. عاود. أعد. لون شعري قديم يتناول مواضيع دينية كمدح كمدح النبي صلى الله عليه وسلم. عاود. يتناول مواضيع دينية كمدح النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التعريف مبسط جدا، هو تعريف المفروض يكون أعمق من هذا، ولكن نحن بشهادة بكالوريا لا نحتاج إلا بعض التفاصيل بسيطة جدا. إذا أعد. يتناول مواضيع كمدح النبي صلى الله عليه وسلم. أفكاره: مدح ندم شوق. أعد. أعد. مدح ندم شوق. عاود. مدح ندم شوق. يلا يا وراكم راقدين، عاود ورايا قلت لك. مدح ندم شوق. عاود. 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 مدح ندم شوق. عاود. تعريفه: لون شعري قديم كمدح النبي صلى الله عليه وسلم. أفكاره: مدح ندم شوق. أنا نعطيك رأس الفكرة وتكملها لي. مدح. مدح النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنتم. مدح الندم. 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 الشوق. الشوق. الشوق إلى طيبة. طيبة هي المدينة المنورة، يثرب قديما. صح. عواطف خلاص حفظهم ديجا، العواطف تجيب من الأفكار. خلاص. نمطه: أنا سأقوم بمحو السبورة ويا ويلكم إن لم تحفظوا. نمطه. 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 صح. مؤشراته: مضارع، الإسمية، الصفات. الآن سوف نحفظ الأنماط شيئا فشيئا، كل يوم نحفظ نمط جديد، ما نجي نكملوا عصرا نلقى حفظنا جميع الأنماط وطبقناها. إذن نمطه ماذا؟ مؤشراته: مضارع، الإسمية، الصفة. عاود. مضارع، الإسمية، الصفة. عاود. 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 مضارع، الإسمية، الصفة. يلا. تعريفه: أفكاره في ثلاثة. عاود. عاود. مدحو. مدحو. الندم. الشوق. 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 خابية. نمطه. 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 مؤشراته: مضارع، الإسمية، صفات. عاود. 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 نزعاته إصلاحية دينية. عاود معايا.
نزعاته 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 ريبيان رواده البوصيري العربي وردي نبات البوصيري. دوك احنا نحفظهم بدون ابن وبعد ذلك انت تضيف الابن ما عدا البوصيري. البوصيري العربي وردي نبات يلا اعد. البوصيري العربي الوردي نبات 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 نو نو نبات وليكم نبات ها نبات معليش قول نبات مهم يهمناش روح. البوصيري العربي الوردي نبات عاود. عاود. البوصيري الوردي العربي نبات عاود. البوصيري وهو يعني هذا الشاعر العظيم الفحل هذا الرائد هذا من مدينة بومرداس يقال أنه من مصر ها لكن لا هو من مدينة بومرداس بمدينة دلس تحديدا. هذا رجل هذا رجل عظيم جدا. إذا عاود البوصيري الوردي العربي نبات عاود. أعد خلاص الآن قد يعني حفظتم التقويم النقدي لعصر الضعف بسرعة هائلة ويعني كل شيء بسيط. أيلا تعريفه أفكاره مدح ندم شوق عاود عاود مدح مدح الندم الندم الشوق 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 نمطه 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 مؤشراته المضارع الاسمية صفة عاود 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 رواده البوصيري العربي الوردي نبات عاود خابية نزعاته دينية إصلاحية نزعاته إذا جاء ما ذكى. الآن لن أساعدكم لأن هذه المكتوبة على السبورة تساعدكم. سؤال ركز معايا بسرعة عرف المدائح. ما نمطها؟ ما مؤشرات نمط وصفي؟ أستاذنا السلام عليكم شيخ صباح لباس. ما مؤشراته؟ ضارع الاسمية صفات. ما مؤشراته؟ ما نزعاتها؟ هل تغشون؟ صح. من رواده؟ أعد. نعم هناك أمر ضبر بليل هناك ظاهرة غش هنا ولكن لا أدري كيف تكون. ها صلوا على رسول الله. ننتقل إلى الخطوة الموالية وما تنسوش أن نزيد نوصيكم شكون اللي مش مابوني معايا في الانستغرام يرفع يده راكم كامل. تخيلوا معايا تلاميذي ما مش أبوني معايا في الانستغرام هاي الكارثة معايا في القسم ما مش أبوني ما يديروا ليش لجام ها صلوا على رسول الله. ما تنسوش تابوني في الانستغرام جمع الفيران في الفيديو لأن كل ما سأقدمه من ملخصات وكل ما سيكون من أفكار رايح يكون دائما في الانستغرام راح نمد مجموعة من أفكار مجموعة من التمارين مجموعة من الأسماء. إضافة إلى هذا شيء آخر جدا شيء جميل جدا أننا درنا موقع هو حيقون.com تكتب حيقون تخيل حيقون.com صح لم أكن أتوقع في يوم من الأيام أنه نولي حيقون.com صراحة يعني صلوا على رسول الله. حيقون.com هذا هو موقع رائع جدا رائع أروع ما يكون. لماذا؟ لأننا بعد راح نديروا فيه اختبارات فصلية تدخل تدير الاختبار تاعك في اللغة العربية كل أسبوع دير اختبار تجاوب هذاك الموقع هو اللي يقيمك يعطيك لانوت أسبوع الثاني يعطيك لانوت أسبوع الثالث يعطيك لانوت أسبوع الرابع يعطيك لانوت في نهاية الشهر يعطيك لانوت تاع الشهر
قال راك مليح، راك ناقص في الصورة البيانية، راك ناقص في المحسنات البديعية، راك ناقص في ذلك، يعطيك التقرير، فاه راك ناقص، فاه راك تغلط، متفاهمين وشامين، فاه هذا السيد راه يغلط، صلوا على رسول. وهذه شيء رائع جدا وأعجبني، أتمنى أنه سينفذ في القريب العاجل. ماذا بي تابوني في الانستغرام باش يكون كل جديد، وصلوا على رسول الله.